آية في كتاب الله جل وعلا اقرأها 71 مرة ثم سل الله عز وجل ما رجوت يحقق الله جل وعلا لك. أفضل ما يتعالج به الإنسان هو كلام الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرنا أن القرآن شفاء من كل داء، والله عز وجل هو الذي أخبر بذلك، فقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واعلم يا أخي الكريم أن كل مشكلة أنت بتمر بها في حياتك أو كل كرب أو كل محنة موجودة في القرآن الكريم. فعلى سبيل المثال، لو تصعبت الحياة معك وأصبحت المشاكل تأتيك من كل اتجاه ومن كل صوب ومن كل نصب، ثم ذكرت الله جل وعلا وتصدقت، ربنا سبحانه وتعالى أخرجك من هذه المشاكل كأن شيئا لم يحدث، وأتتك الأرزاق من حيث لا تحتسب، وفتحت لك أبواب الخير كلها، وكنت من عند الله عز وجل من المحمودين. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فيا أخي الكريم، أنا عايزك أنك أنت تقرأ الآية دي وأنت متيقن أن الله عز وجل يسمعك، أن الله عز وجل يراك، وتأمل أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط يضعه الإنسان في الماء ثم يرجعه، هل يأخذ من الماء شيء؟ فسبحان من له ملك السماوات والأرض، وسبحان من إن خزائنه لم تنفد، وسبحان من إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب، فسبحان الكريم. سبحان الله، أنت لما تلجأ لله جل وعلا وتتوكل على الله جل وعلا ثم تسأله من فضله يكرمك الله عز وجل بما أردت. فعلى سبيل المثال، لو أنت عندك موضوع خطوبة ورايح أنك أنت تتقدم لفتاة وخاف أنك أنت تصد عن باب هذه الفتاة، فكل ما عليك أن تقرأ هذه الآية ثم تصلي ركعتين لله حاجة، ثم تتصدق بصدقة، ثم تقول: بسم الله توكلت على الله، وتمضي في مسألتك تقضى لك بإذن الله جل وعلا. ولو أنت عندك تعب أو مرض ورايح أنك أنت تكشف وخايف أن المرض ده يتفاقم عليك، وأردت أن يشفيك الله عز وجل من مرضك هذا، وأردت أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك الأسباب الصحيحة اللي تتخذها وربنا سبحانه وتعالى يشفيك من هذا المرض ويدمر كل الخلايا الميتة ويجعلها حية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سبحانه. فأنت لما تيجي تلجأ لله جل وعلا اعرف إن أمر الله عز وجل نافس، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. احنا كلنا لله عز وجل راجعون. وعايز أقول لك على شيء مهم جدا يا أخي الكريم، أنه لا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أراد، فما أصابك هو ما أراده الله عز وجل، وما أخطأك هو ما أراده الله عز وجل، وما دعوت به ولم يتحقق لك هو ما أراده الله عز وجل. مرضك اللي أنت بتعاني منه الآن وتعبك وهمومك ومشاكلك بإرادة الله عز وجل، شفاءك منها وتحولها إلى خيرات وتحولها إلى بركات وتأتيك الأرزاق من حيث لا تحتسب أيضا بمراد الله جل وعلا. واعلم يا أخي الكريم أن ربنا سبحانه وتعالى لا يرد من سأله ولا يرد من دعاه. عندك مثلا على سبيل المثال إبليس أشقى مخلوقات الله جل وعلا، دعا الله عز وجل وقال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله وهو أشقى مخلوقات الله وفيه من الكبر ما فيه، ونعوذ بالله عز وجل من شره، فسبحان الله أخره الله عز وجل إلى يوم الأجل المعلوم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر عن قوم سبأ لما ربنا سبحانه وتعالى قرب من مساكنهم، فأصبح الواحد بيمشي يدوبك يعني سبحان الله ما يمشيش خطوات إلا الأشجار تحف من كل اتجاه، والقرى قريبة من بعدها والسفر ما فيش سفر نهائيا، فدعوا الله عز وجل بظلم أنفسهم فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، فاستجاب الله عز وجل لدعائهم. وتصور إن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلما تدعي الله عز وجل وأنت متيقن أن الله عز وجل مستجيب لك لما دعوته ولما رجوته، ثق أن ما دعوت الله عز وجل به سيحققه الله لك عاجلا غير آجل. واعرف أن الدعاء لا يرد. طب إذن أعمل إيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لي؟ حصل ركعتين الحاجة زي ما قلت، ولو أنا مثلا موضوع الزواج بتاعي متعطل ربنا هيسره،
ولو موضوع الذريه والانجاب وعايز ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي لي اولادي واولادي يكونوا كويسين معايا في التعامل وما يكونوش يعني بيعملوا مشاكل ومطيعين في كل شيء بامرهم بيه وكل حاجه بقولها لهم بينفذوها، كل ما عليك انك انت هتعملي اللي انا هقوله لك ده. كوبايه ميه وهنقرا عليها الايه ديت 71 مره. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اذا انت دعوت الله عز وجل وانت متيقن ان الكريم يجيبك وان الكريم يسمع دعائك ولا ينقص ذلك من ملكه شيء، وكنت متيقن اتتك رائحه الفرج من حيث لا تحتسب. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فما ظنكم برب العالمين. احسن الظن بالله تاتيك الخيرات وتاتيك المسرات وياتيك الفرج من كل ضيق ومن كل كرب. واقوى ما يتعبد به الانسان واقوى ما يتقرب به الانسان الى الله جل وعلا هو اياته البينات. وانا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا وعايزك انك انت تتامل معايا فيها. على سبيل المثال شوف يا سيدي، موسى ابو موسى الاشعري كلنا نعرفه وهو صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو موسى الاشعري نزل في صحراء وكان فيها قبيله من قبائل العرب، فسيد هذه القبيله لدغته عجربها او لدغوا عجرب فتسمم فكان خلاص على وشك الموت، فقالوا هاتوا هذا الرجل يرقيه ارجيه. فاتى ابو موسى الاشعري ووضع يده على مكان الاصابه وقال بسم الله 3 مرات وقرا سوره الفاتحه. ثم اشترط ابو موسى الاشعري على هذا الاعرابي ان انت لو شفيت انا لي جعل، يعني هتجعل لي جعل، قال لك ذلك. فاخذ اغنام وذهب بها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما ورد المدينة قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له، فتعجب النبي فقال له: ما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية، اضرب لي بقسما معك. فقاسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك القرآن شفاء لما في الصدور. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لو أنت مريض تأمل كده في قصة سيدنا أيوب، وربنا سبحانه وتعالى قال ذلك: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فلما الإنسان تضيق به الدنيا تذكر أيوب ويتذكر دعاء أيوب ولجوء أيوب إلى الله جل وعلا بكتابه وبدعائه. والقصص كثيرة جدا. الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فأوفى ما يعالج الإنسان به نفسه هو آيات القرآن الكريم. فافعل هذا البرنامج واقرأ هذه الآية 71 مرة، ثم تصدق بصدقة وصلي ركعتين حاجة، وامضي إلى مسألتك يحققها الله عز وجل لك على أكمل وجه، فهو الكريم سبحان الكريم. في أمان الله.